بعد كثرة المطالبات والمناشدات الإنسانية من قبل الأسر الأنبارية في إقليم كردستان والتي كانت عالقة بسبب فيروس كورونا، تنسيق عالي المستوى بين خلية الأزمة في محافظة الأنبار وأربيل بإعادة أكثر من 250 عائلة أنبارية إلى مناطقهم الأصلية في عموم أقضية ونواحي محافظة الأنبار. بتوجيه السيد محافظ الأنبار دكتور علي فرحان، هذا تمت المناشدة إلى المحافظة وتم تلبية المناشدة قبل السيد المحافظ، وتم التوجيه بإرسال باصات لنقل العوائل الموجودة داخل محافظة أربيل. اليوم مثل ما تشاهدون قنواتكم الكريمة، اليوم العدد تقريبا 255 عائلة سوف تنطلق إلى محافظة الأنبار بقيادتنا إن شاء الله، سوف يكون مع هذا الرتل الكريم من أهلنا وناس الموجودين من أبناء المحافظة. والله تقريبا إحنا صار لنا أكثر من شهر، يعني من أيام الحظر لحد هسه. إحنا صراحة وهاي المبادرة المفروض يحذو حذوها كل المحافظات للعالقين بكل العراق يعني. ووسط إجراءات صحية وأمنية بين السلطات الحكومية في أربيل وبغداد والأنبار، تم نقلهم عن طريق حافلات مخصصة لهم برفقة قوة أمنية وأعضاء من خلية الأزمة الأنبارية. انطونا تعليمات أنه يتم حجرنا وفحصنا، وطانا الاستاذ باسم ومن قبل التبليغات من استاذ مازن والسادة المسؤولين انه راح نفحص غادي ونحجر واحنا جاهزين لهاي الامور، واحنا صار لنا 35 يوم 36 احنا حاجرين نفسنا. اي والله جينا على مود زرع وعلى المستشفى، وصار الحظر تجوال ويا الوعده، وظلينا من 15/2 الى حد الان، واليوم يلا الحمد لله والشكر الله فرجها وطلعنا. وجبة أولى عائدة بانتظارها حجر صحي، تليها وجبات أخرى قادمة من السليمانية ودهوك لمن يرغب بالعودة منهم إلى الديار. بعد طول انتظار عادت الأسر الأنبارية إلى الديار بعد جهد وتعاون مشترك بين خلية الأزمة في الأنبار وأربيل. فكورونا مهما قطع وحرم من الوصال باتت نهايته قريبة على أرض بلاد الرافدين. من أربيل بشير الحسن، قناة الفلوجة.